حي على الفلاح فرب مبلغ أوعى من سامع، رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا دائما وابدا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات محمد صلى الله عليه وسلم الوسيله والفضيله، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا لكم من بيت الله الحرام بمكة المكرمة أذان العشاء حيا على الهواء. أيها الإخوة، ريثما تقام الصلاة نبقى مع طائفة عطرة من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة
حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن لقمان يعني ابن عامر قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر، فأقول لبيك ربي، فيقول ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي. وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجة والبيهقي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا شاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. الله الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر.
الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان نقلنا لكم من بيت الله الحرام أذانا وصلاة العشاء. تقبل الله منا ومنكم الصالح من الأعمال إنه سميع مجيب الدعاء. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا وترك الكذب وإن كان مازحا وحسن خلقه. رواه البزار والطبراني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه الطبراني.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.